هو كان راجل فلاح وكان نفسه يجيب راديو. ياما اجيب راديو، تقولوا نعمل بيه ايه يا عبد الحميد؟ احنا حلوين كده مفيش كهربا. ياما اجيب راديو. فقالت له الراديو هيخليك تجيب له حجاره، حجاره يعني بطاريه، فدي مصاريف يا عبد الحميد وانت شقيان. يقول لها ياما اهو فكه، اهو نقرا كلمتين قران، نسمع كلمتين قران. فعبد الحميد قعد يقنع والدته الله يرحمه ويرحمها نجيب راديو ياما. يا عبد الحميد بلاش، قال لها نجيب راديو. قالت له على شرطه. قال لها شرطه ايه ياما؟ قالت له على فاله يا حبيبي، لو جبته يا عبد الحميد وفتحته اول كلمه يقولها اذا كانت حلوه هنخليه. فعقلها كده، اذا طلعت كلمه وحشه مش هنخليه. خلاص عبد الحميد راح جاب الراديو، وكان يوم عيد عنده ورجع بيه. ولدي كان ب 3 جنيه من منوف، ورجع بيه كان هو في الدماسه ساكن في الغيطان يعني، وجي يفتح الراديو. بخت عبد الحميد ان يطلع اول صوت اغنيه لواحد الله يرحمه بقى اسمه فهد بلان، بيقول مكتوب عليهم قلة الراحة، مكتوب عليهم قلة الراحة، مكتوب عليهم قلة الراحة. فردت الولية الله يرحمها قالت ايه؟ إلهي ما يريح قلبك يا بعيد. عبد الحميد قال لها حاضر ياما، وشال الراديو وراح رجعه في نفس اليوم. قالت حقيقي اللي راحتنا مكتوب علينا قلة الراحة. الولية دي كانت بتفهم، ما احنا فعلا مكتوب علينا قلة الراحة، بس احنا السبب مش ربنا كتب. أهل الهوى دائما وبدا مكتوب عليهم قلة